قال المستشار النمساوي كارل نيهامر إن الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي مفيدة وهامة لكلا الجانبين. وأكد مستشار النمسا أن تحقيق الشراكة الاستراتيجية مع مصر يمثل خطوة مهمة للأمن الأوروبي. بدأنا المحادثات بشأن الشراكة مفيدة لكلا الجانبين، والعام الماضي في زيارتي هنا للقاهرة ناقشناها. إن هذه الشراكة الاستراتيجية والشاملة خطوة هامة للأمن الأوروبي. شكرا لكذلك الرئيس فون دير لاين على فخامة السيدة رئيسة المفوضية الأوروبية على هذا الدعم.